عندما نأخذ مثل هكذا قرار هذا لا يعني أن يوم الغد سيذهب المقاول ونختار مقاول آخر، هذا خطأ لازم نغلطوا الناس. الصفقات العمومية هي صفقات تعد بإجراءات إدارية عندها وقتها، في العديد من الأحيان تصل مدة إعادة بعث المشاريع إلى أكثر من 6 شهور. إذا نحن نعمل على هذه الطريقة، المقاول المتقاعس ما عندناش حل معه، نروحوا بالفسخ، ولكن في نفس الوقت لازم نفكر في المشروع، لا نفكر إلا في هذه العملية، لابد أن نفكر في المشروع ونفكر في إعادة بعثه. فسيكون عندما نكتمل من أشغال التهيئة رانا معه، العملية ورثناها كما تعرفوا، القطاع ورثها، ولكن احنا معاه وكلفنا وكالة عدل، احنا إلا تهيئات، خلاص تهيئات إن شاء الله.